حاجة تانية، في حد أرى مدينة البهائم؟ إيزابيل لاندي، إيزابيل لاندي دي كانت ست روائية من تشيلي تنتمي لمدرسة في الأدب اسمها الواقعية السحرية، يمكن أسسها كان جابرييل جارسيا ماركيزو من أتباع نفس المدرسة أيضا باولو كويلو الشهير يعني، وإن كنت أراه أديبا تجاريا. قريته مدينة البهائم؟ أنا أشجعكم على قريتها. قريته الأوباش لخيري شلبي؟ أنا برضو أشجعكم على قريتها. ومن الناس اللي بتظن أنه خيري شلبي رحمة الله عليه من مؤسسين مدرسة في الأدب المصري، معرفش اسمها إيه، يمكن يعني يبقى لها اسم أنا معرفوش يعني الأدباء يكونوا أدرى بيه، لكن أنا أرى أنه خيري شلبي مدرسة بحد ذاته ولا يتبع أي مدرسة في الكتابة الأدبية أو في الرواية العربية، يعني هو مدرسة لوحده. الله يرحمه أبا يا رب. اقروا مدينة البهائم واقروا الأوباش. إيه اللي جابهم على بالي؟ دي حدوتة أبقى أشرحها لكم بعدين. آه والله أنا مضطر أشرح كل حاجة بعدين وما بشرحهاش ليه بقى؟ لأسباب مش هشرحها لكم أبدا، بس مش دي المسألة. المسألة الجديرة بالذكر، هو الدكتور مجدي يعقوب هيخش الجنة؟ اه طب سؤال، دكتور مجدي يعقوب مسيحي هيخش الجنة؟ عمركم شفتوا سمعتوا انه في داعية اسلامي مثلا من كلمة داعية قالك انه المسيحيين هيخشوا الجنة؟ طب السؤال اللي بعده سؤال جدلي جدا يعني، وانا ارى ان اجابته بالنسبة لي واضحة، اه هيخشوا الجنة طبعا، بس هي المسألة انه هو ليه المسلمين شايفين ان الجنة حكر عليهم؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى الخالق العادل عندما يرى عباده ملتزمين وكويسين ومهذبين وخلوقين ويساعدون الإنسانية، يرى حد من عباده بيساعد الإنسانية، يرى حد من عباده مؤدب خلوق أمين إلخ 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 من كل الصفات الرائعة دي، تفتكر ربنا هيعذبه في النار؟ تمام. طب مين اللي هيقرر إذا كان فلان دخل الجنة أو فلان دخل النار؟ يوسف؟ الداعية علان؟ الدكتور ترتان؟ الشيخ زعربان؟ ولا اللي بيقرر مين يخش الجنة ومين ما يخشش الجنة ده رب العزة؟ اللي أنا أعرفه أنه رب العزة هو اللي بيقرر، صح ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ صح، رب العزة هو اللي هيقول فلان داخل الجنة فلان داخل النار. بس أي حد هيقول أنه هذا في الجنة وهذا في النار اعرف أنه نصاب لص. طيب سرق إيه يا عم يوسف؟ سرق أكبر وأهم غنيمة وارتكب أكبر جريمة، اللي هي إيه؟ سرق صفة من صفات رب العزة وأضفاها على نفسه أنه يقرر هذا في الجنة وهذا في النار. الدكتور مجدي يعقوب والمركز اللي عامله وإنقاذه لأرواح المئات والآلاف هيخش النار؟ ده اسمه كلام. سؤال طرحه داعية سلفي من اسكندرية. هذا الداعية حر طليق، ما عنديش أزمة، محدش بيقول نسجنه ولا حاجة خالص، لكن هو متساب عمال يفتي ويهزي يهزي. آه والله بيهزي على نفسه وبيهزي علينا. اسمه سامح عبد الحميد حمودة. حط هذا السؤال للرد على بوست هو كان عمله، سأل فيه وقال مين هيدخل الجنة، مجدي يعقوب أم القرضاوي وبديع والشاطر؟ قال ايه بقى مولانا الشيخ سامح عبد الحميد؟ قال لك هو رجل سخر نفسه لتخفيف آلام الناس وأسس صرحا طبيا في أسوان لعلاج الغلابة بالمجان، ولكن الجنة للمسلمين بس. مين اللي بيقول كده يا أستاذ سامح، انت ولا ربنا؟ يعني سيادتك، فخامتك، سعادتك، فضيلتك اللي هتقرر انه فلان داخل الجنة او المسلمين داخلين الجنة وغيرهم داخل النار؟ طيب يعني خيرة الشاطر مجرم آثم داخل الجنة؟ يا راجل ده انت كده بتفتري على رب العزة بقى، بتقول له يا رب انت حتى المجرمين والظلمة بتدخلهم الجنة لمجرد انه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طبقا للاستاذ الشيخ العارف بالله سامح عبد الحميد، واللي انا بقوله ده تريقة بصراحة، بيقول انه في النهايه لن يدخل الجنه الا من امن بالله وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا بس. وبيكمل يقول لك مجدي يعقوب ان مات على النصرانيه طبقا لكلامه ولم يدخل الاسلام فهو في النار. يا نهار اسود، ايه ده؟ ولا تنفعه اعمال الخير للمرضى. لا تنفعه؟ يعني ربنا مش هيحطها في ميزان حسناته يعني؟ اه قال لك كده لا تنفع اعمال الخير للمرضى في الخروج من النار، يعني كل الحسنات دي وهيخش النار برضو؟
انا ما اعرفش، لكن ربنا عالم. انا مالي، هو انا اللي هتدخل في اراده رب العزه؟ استاذ سامح عبد الحميد هيتدخل في اراده رب العزه؟ الدكتور اسمه ايه، برهام، ياسر برهام، هيتدخل في اراده رب العزه؟ هو بيشارك رب العزه في ارادته وقراراته؟ طبقا لسامح عبد الحميد فبيقول ايه على الدكتور مجدي؟ قال لك هو قد اساء الى ربه ومولاه برفضه الدخول في الاسلام، وتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه للقران، وكل الاديان باطله الا دين واحد هو الاسلام، وكل اتباع الديانات الاخرى فهم كفار، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وبيكمل كلامه وبيحاول ان يدلل عليه من ايات من القران الكريم، وبيقول قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وبيقول ومن كان يهوديا أو نصرانيا ولم يدخل الإسلام ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومات على يهوديته أو نصرانيته فإنه كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبيحاول يدلل على ذلك من الكتاب أو من السنة، وبيقول هذا في الكتاب وهذا في السنة وفي الإجماع. الداعية اللي اسمه سامح عبد الحميد، ما انا ما اعرفش مين اللي قال ان هو داعيه، يعني مش عارف، هو سمى نفسه داعي، مين دي المساله، سمى نفسه الشيخ ماشي، نصب نفسه رب يصدر تصاريح المرور للجنه ويصدر قرار العذاب في النار. سامح عبد الحميد خد قرار انه اله، خد قرار انه هو ربنا الواحد، خد قرار انه الخالق الاعظم، خد قرار انه هذا في النار هذا في الجنة. فلتؤتي بالشمس من المغرب بدلا أن يؤتي بها رب العزة من المشرق، عم سامح، فلتحيي هذا وتميت ذاك، فلتأمر السماء لتمطر، إيه رأيك بالمرة؟ يلا، هو احنا ورانا حاجة؟ كل واحد هيطلع يفرغ علينا ما في جوفه وما في عقله من أفكار تعيسة بائسة تافهة تنترج تحت وصف الفكرة، تنترج تحت وصف الحقارة، التدني، الانحطاط، الظلامية. ونرجع نقول هو في إرهابيين ليه؟ يعني الواد اللي دخل الكنيسة ضرب مينا حارس الكنيسة بالمشرط، احنا مستغربين ليه؟ لا انا مش مستغرب خالص خالص، يعني انا مستغرب وكان معاه مشرط ولا كتر ولا مطوة في الشنطة ليه؟ يعني عشان يعمل بيها ايه؟ يعني إرهابي عاوز تموت الناس، بتفخخهم وبتنسفهم وبتضربهم بالرصاص وبتاع يعني. لكن السؤال هو احنا مستغربين العيال دي بتعمل كده ليه؟ عشان سامح عبد الحميد وعشان ياسر برهان وعشان محمد حسان وعشان تفاسير وفتاوى ابن عثيمين وابن باز، كل دول وحدث ولا حرج. يعني ممكن نقعد نقول لك مثلا 20 30 اسم بسبب افكارهم المسمومه، هو ده اللي بيحصل. هو بيحصل بقى في مصر، بيحصل في سوريا، بيحصل في ليبيا، بيحصل في اليمن، بيحصل في السعودية، بيحصل في الإمارات، بيحصل في العراق، بيحصل في إنجلترا، بيحصل في فرنسا، وهكذا. طبيعي، هو مش في ناس بتفرغ علينا هذا الانحطاط الفكري؟ هذه الحقارة للأسف الشديد بتخرج علينا، تطلع بقى على شاشة التلفزيون، تطلع في جورنال، تطلع على سوشيال ميديا، تطلع زي ما بتطلع، المهم ان في حقارة وانحطاط. طيب هل مفترض أن هذا الرجل يحاكم بسبب هذه الأفكار ولا ما يحاكمش؟ هل يحاكم الرجل بتهمة ازدراء الأديان ولا ما يحاكمش؟ أنا راجل مبدئيا ضد فكرة ازدراء الأديان دي تماما، وما بحبش حد يتحكم عليها، لكن التحريض على، ما أنت النهاردة لما تيجي تقول لي أصل ده كافر ودخل النار، ففي تفسير تاني بقى أن هم يجاهدوا الكفار فيقتلوهم أو يأسروهم أو يحولوا نسائهم إلى سبايا وجواري. يا الله، زي ما بيطلع اسمه ايه ابو اسحاق الحويني مثلا على سبيل المثال ويقول لك ما هو اصل احنا بقى لما نتزنق في فلوس فنعمل غزوه، ولما نعمل الغزوه ونقصر لنا كام شحط وبعدين نبيع الكام شحط فنحل ازمتنا الاقتصاديه وهيبقى في عندنا سبايا وزوجات. الله 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 الله، ايه البزراميط ده؟ ايه ده؟ ده في صرف صحي خارج. وبنرجع بعد كده نقول هو ليه في ارهاب؟ الارهاب مش بس العيال اللي موجوده في رفح والشيخ زويد والعريش، مش بس العيال اللي موجوده في بعض المدن والمناطق الليبيه، مش بس العيال اللي موجوده كانت في الموصل وهربت او اللي كانت موجوده في سوريا وبتخرج وبتهرب وما الى ذلك.
القصة كلها في أفكار موجودة في العقول. افتكروا امبارح الكلام بتاع ضيفنا ده عبر الساتلايت من لندن الأستاذ أحمد المصري، قال لك في 48% من الدواعش لم يتخلوا عن أفكارهم ولن يتخلوا. هي الأفكار كده بيعلمها بقى لمراته ولعياله والأحفاده فيما بعد، ويعلمها للجيران ويعلمها للزملاء وهكذا، ويفضل عملية الضخ الفكري مستمرة. السؤال اللي بعده هو فين الضخ المضاد، الضخ التنويري، الضخ المستنير؟ أنا ما أعرفش رب العزة أدخل دكتور مجدي يعقوب أو غيره من أهالينا المسيحيين جنة ولا نار. أنا ما أعرفش أنا داخل جنة ولا نار، ما أعرفش أبويا الله يرحمه داخل جنة ولا نار، أمي الله يديها الصحة داخل جنة ولا نار، جدي الشيخ المعمم، جدي كان لأمي راجل أزهري، ما أعرفش داخل الجنة ولا نار، ما أعرفش. كل الناس كانت بتتكلم مثلا على سلوك جدي ده من الجيران من اهالينا في المحافظه وفي المدينه وفي البلد، وبيتكلموا انها كان رجل ورع وخلوق وعظيم ولطيف وعمر مناطق العيبه، داخل الجنه ولا النار ما اعرفش. دي بتاعته هو، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات. لكن الاستاذ سامح عبد الحميد خد قرار ان الدكتور مجدي يعقوب داخل النار. يلا يا راجل يا طيب.